معي من القاهرة سعادة النائب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي. أهلا ومرحبا بك سعادة النائب. في البداية، يعني هناك أكثر من آلية عربية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان، ربما كان آخرها مبادرة جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان. حدثنا عن هذه المبادرة الملكية ودورها في دعم الآليات العربية لمراقبة ومتابعة حقوق الإنسان. مساء الخير أخي الكريم. طبعا جلالة الملك مفدى أطلق المحكمة العربية لحقوق الإنسان، جاءت لتعزيز من وضع حقوق الإنسان في الدول العربية كذا من أجل تطوير حقوق الإنسان في الوطن العربي. وهي طبعا فكرة رائدة قائمة على فكر مستنير من جلالته من أجل تبني خطة واضحة لتطوير آليات ومنظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي. هنا لابد أن أشير إلى أن هذه المحكمة ستعزز من وضع حقوق الإنسان في الوطن العربي، وستكون ذات قيمة مضافة لدولنا العربية، خصوصا أننا نملك منظومة متكاملة متمثلة في جامعة الدول العربية. وحرص جلالة الملك حفظ الله ورعاه لتبني هذه الفكرة الرائدة ساهمت في تعزيز قيم حقوق الإنسان في الوطن العربي، ونحن في البرلمان العربي سندفع من أجل تبني هذه الفكرة وسرعة العمل بها وسرعة انضمام الدول العربية لها. فجلالة الملك دائما لديه المبادرات المتقدمة، المبادرات النوعية التي تساهم في تعزيز العمل العربي المشترك وتطويره من أجل رفعة وتقدم الدول العربية. أمانة يعني لقينا يعني دعم كبير من أعضاء البرلمان العربي لهذه الفكرة، كان تقديم الشكر والتقدير لجلالة الملك. فإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان سيعزز بشكل كبير من سمعة ومكانة حقوق الإنسان على مستوى الوطن العربي. فمملكة البحرين بلد متقدم لديها الكثير من المؤسسات المهتمة في حقوق الإنسان، سبقت الكثير من الدول، حتى الدول التي تدعي أنها هي دول متقدمة في موضوع حقوق الإنسان، مملكة البحرين تقدمت عليها في هذه المؤسسات التي تكاد تكون تشمل جميع ما يهم قطاع حقوق الإنسان. فطبعا هذه كلها الدعم وتوجيه جلالة الملك، فهو حريص كل الحرص على البحرين تكون دائما في المقدمة. أمانة فعلا البرلمان العربي ينظر لمملكة البحرين من خلال هذه المبادرة نظرة إعجاب وتقدير. فطبعا نحن كبرلمان عربي مثل ما سبق وقلت سندعم هذه المبادرة، سنحث الدول العربية على انضمام هذه المحكمة لما تمثل من قيمة كبيرة في موضوع حقوق الإنسان على مستوى الوطن العربي. شكرا جزيلا لك سعادة النائب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.